السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أحمد. دلوقتي هراجع مسلسل زي فلاش الجزء السادس في آخر حلقاته لما بيخسر سرعته. دلوقتي هنحكي عن قوة زي فلاش تختفي ازاي، اللي هي سبيد فورس اللي هي المخصصة ليه. قوة سبيد فورس اللي بتديله السرعة نفسها استيد ماتت، يعني دلوقتي فاهمكوا ازاي ماتت وازاي بيري فقد سرعته وازاي بيري ممكن يستعيد سرعته. هيرجع كل ده بس ايه واحدة واحدة، تابعوا معايا لاخر الفيديو. دلوقتي بيري ألين لما كان بيحاول انقاذ الكون في الكريسيس في الازمة لما وقع في نقطة التلاشي هو ليجندز اوف تومورو وألف الكون ميت، طبعا مش ميت، هو في عالم زي عالم ميتين. العالم ده ممكن يرجع فيه، بس ايه يرجع فيه زي الشبح كده، هو جه زي الشبح في نقطة التلاشي جه يقول له عن يرجعوا ازاي وكده. ففاهم فلاش اللي هو بيري ألين قال له من قوة السرعة، قوة السرعة تحتوي بيها الكون الجديد عشان ترجع بالزمن، تحاول ترجع بالزمن تاني عشان ترجع ايه الكون الجديد، ترجع من جديد ولا ايه. ففلاش بيفضل يجري عشان يرجع قوة السرعة، بس لكن هو معرفش قوة السرعة هتموت، ففضل يجري. قوة السرعة رجعت واحدة واحدة الكون في نقطة واحدة، فجر الزمن، بدء الزمن يعني. فأولف الكون بيضحي عشان الكون الجديد، بيموت في محاربة الميناتور المضاد، زي الميناتور المضاد بيموت، ألف الكون بيموت، فبيعمل له تقرير الكون راجع من جديد. والسبيد الفورس قال لكم ماتت ازاي، سبيد فورس ماتت احتوت المادة المظلمة بتاعت الماي ميناتور مضاد، احتوت المادة المظلمة دي فما قدرتش فماتت. جابت فلاش، او هو فلاش اللي جالها، فلاش اللي جالها اتواصل معاها لا دي ما قوات الفلاشة واحدة، قالت له فلاش قال ايه في حاجة او في حاجة من عندك، قالت له احنا بنموت يا بيري ألين، هي طلع على شكل ام بيري ألين، فقالت له احنا ايه بنموت نحتضر از داي. فيقول لها ليش، بيقول لها مات هتموتوا لماذا يعني ايه از وات. فقلت له ايه قوة السرعة هي شكل ام بيري ألين، فقلت له ايه لما جيت ترجع بالزمن لترجع الكون احنا احتوينا المادة المظلمة كلها نخلق الكون من جديد ليرجع من الاول. ففلاش بيقول لها ايه ايه موت، قلت له احنا القوة تلاقي الشديد علينا سيطرت علينا فاحنا بنموت. فزعل فلاش فرجع فقوته بتتلاشى واحدة واحدة، فهو عايز يعمل فكرة بتاعت ايه سون ريفيرس فلاش. ريفيرس فلاش ما بياخدش من قوة سرعة سبيد فورس اللي بتاخد الفلاش بياخد منها السرعة بتاعته. فسبيد فورس كان فلاش احسن واحد عشان كان بياخد السرعة من قوة السرعة اللي سبيد فورس، كان فسون بياخد ايه من سبيد فورس السلبية، قوة السرعة السلبية دي هو اللي مخترعها لنفسه، مسخر قوة السرعة لنفسه. ففلاش حب يعمل زيه فمعرفش، فلاش ممكن يستعيد سرعته نفس الطريقة بتاعت سون قوة السرعة السلبية، بس الطاقة بتاعته بقت 1 مية السرعة فبتبطل، ما ينفعش يروح بالزمن او يفتح بوابة عشان السرعة بتاعته مش هتعدي. فدلوقتي نشوف سرعته واحدة واحدة. Oh, sorry.
we do.